ونور، وصلنا لمساحتنا الأخيرة من مساحات صباح نغير، رح نكون فيها بعالم التربية، ورح نحكي عن موضوع كتير مهم هو الثقة بالنفس. قديش مهم اليوم اكتساب هاي العادة، قديش فينا ننميها، وقديش بتأثر سلبا نور إذا في أشخاص بنلاقيهم عندهم مهارات، عندهم يعني عندهم حضور بس ثقتهم بنفسهم قليلة بتكون. هلأ في كتير يمكن بيمروا بحياتك بشكل عام بتلاقي ثقته بنفسه كتير كبيرة بس ما عنده شيء، لكن بس بدنا نقول الثقة بالنفس هي أساس 50% من شخصيتك. يعني صحيح. قديش فيكي أنت فعليا تكوني مندمجة مع المجتمع مع الآخر، قديش في يكون عندك حضور بتلعب 50، يعني ما بعتقد أقل من 50% في ثقتك بنفسك. باب للفرص. صحيح. اليوم هاي الثقة مثل ما قلت، خصوصا إذا ما كتير أحيانا بيكون في مهارات أو ما أنا منافس لبعض الأشخاص. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع، وبيسعدنا نرحب بالاختصاصية التربوية ربا ناصر. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا. يسعد صباحك. خلينا بالبداية لما نقول ثقة بالنفس شو يعني، نعرف للناس أكثر. وكل الناس بتحب تكون هي عندها الثقة، يعني تكون واثقة من نفسها. في كثير من الناس عندهم إمكانيات وعندهم أشياء كثير مهمة، بس بعض التردد وبعض الخوف فعليا بيخربط كل شيء عند هذا الشخص. قديش مفهوم الثقة بالنفس ما فينا نحكي عنه أنا أقول لك أنا واثقة بنفسي أو أنت واثقة بنفسك، أو ما فيني أنا أحكي لك عنه. هو شعور، يعني شيء نفسي أكيد داخلي، ولكن نحن منعبر عنه بسلوكيات، بأفعالنا اللي منقوم فيها بحياتنا. أكيد الثقة بالنفس هي أنا بسميها من وجهة نظري الشخصية إيجابية مطلقة. يعني أنت ممكن يكون فينا نقول بمحيط كلياته سلبي، أنت الإيجابية الوحيدة أو الوردة ببستان من الأشواك أو النقطة البيضاء بوسط سواد. تمام؟ قديش أنت قادرة تتلقي الانتقادات والإزعاجات، أو أنت مررتي بمواقف مؤلمة أو أي شيء، يمكن أنت كشخص ما عندك هاي القدرات مثل ما قلنا من شوي، مثل ما تفضلتوا حضراتكم، ما في هاي القدرات وما في هاي المستوى الدراسي وما في هذا المستوى الثقافي، بس يمكن الثقة بالنفس عم تدفعني لحتى أنا أعمل شيء من حالي. يعني صحيح. عندي الطموح، هاي الثقة بالنفس هو شعور ودافع لحتى أحقق طموح أو هدف من خلال العمل، اكتساب الخبرات بشكل متواصل، اكتساب الثقافات، اشتغل على حالي أكثر. كتير أني حط أمام عيني أن الهدف بهديك المكان أنا بدي أسعى له. ليش؟ لأنه ثقتي بنفسي عالية، إذا أنا عندي إيجابية مطلقة، دائما عم اطمح للأفضل. طبعا أنا بدي أحب نفسي لدرجة ميز بينها بين الحد الطبيعي والحد اللي بيسعى، يعني خليني افرق بين الغرور والثقه بالنفس. تمام؟ فانا بدي اكون عم حب حالي بطريقه ايجابيه، اسعى دائما للافضل، اسعى دائما لاكتساب الخبرات، لصقل المهارات، لاستفيد من الاخطاء اللي بمر فيها، لانه بالنهايه نحن بشر واكيد مو كلياتنا كاملين. فالثقه بالنفس هي الورده اللي بزرعها انا بنفسي لحتى احصل على شيء ايجابي وشيء متفتح، شيء جميل، واكتسب خبره من اخطائي، وبنفس الوقت لا يعني السلبيين يلي بيكونوا عم يحبطوني أو يعطوني آراءهم السلبية أنا أصعد من خلالها، ما خليها تحبطني أو تخوفني أو تقلل من عزيمتي. قديش حلو هذا الحكي، قديش في أشخاص يمكن يكونوا محيطين فينا سلبيين بكلمة يهزونا. كل الأشخاص كل المحيط صاير سلبي. قديش ممكن يهزونا، يضايقونا، يزعجونا، حتى يعني يكونوا عائق بوجه حياتنا انه نحن نتطور بمجرد كلمه او تعليق نتيجه انه نحن ثقتنا بحالنا ما انا كثير قويه. كيف نحن نقوي الثقه بالنفس؟ يعني اذا نفتح على جوجل نشوف كثير مقالات، خلينا نعطي هيك مثلا طرق او اساليب عن جد تكون هي فعاله لحتى الواحد يقدر ينمي هي عمليا نحن بحياتنا كلياتنا مثل ما قلنا مليانه بالسلبيين، ويمكن هي الحياه، ظروف الحياه خليني انا احط بتصوري اني انا شخص عادي. تمام؟ وعندي طموح مثلا هي الوظيفه، او انا وين ما قعدت كون انسان مثير للاهتمام، ايجابي، بنشر الايجابيه وبنفس الوقت بساعد الاخرين. يعني هو الشخص الواثق بنفسه ما في يشوف حاله افضل من الاخرين، هو صحيح. شايف حاله انه هو بسويه الاخرين، ولكن عم اسعى دائما لكون افضل. اذا انا لحتى اعزز هي الشغلات دائما لازم اكتسب ثقافه، دائما سواء بالكتب سواء بالانترنت سواء بحياتي الاجتماعيه دائما لازم خوض الحوارات والمناقشات سواء مع العائله مع الأصدقاء لحتى اكتسب هي الثقة بالنفس يلي بتجيني من أنا حرية الحديث. قديش ثقافتي الاجتماعية، قديش ثقافتي الكلامية، قديش أنا قادر فوت بين المشاحنات بس بطريقة إيجابية طبعا. لأنه الشخص الواثق بنفسه هو شخص كتير متصالح مع نفسه ومع الآخرين. صحيح. تمام؟
بنفس الوقت كمان انا شوفي انا تجارب مريت فيها واحداث مؤلمه انا ما بتذكرها مشان انا انحبط وخاف وبطل يكون عندي بقى هي الدافع لحتى اتطور، لا انا اتذكر هي الشغلات لحتى تصير عندي عزيمه اقوى وتعزيز لحتى انا خلص انا هذا التصرف تصرفته ما بصير كنت انا هي الحل الاساسي، اذا انا دائما بتبع هذا الحل لسه في حل افضل بتبع هذا الحل، دائما انا على اطلاع سواء بحياتي اليوميه او بمشاكل اصدقائي دائما بكون ايجابي مع اصدقائي بساعدهم دائما كمان ما بحبط الاخرين، انا لحتى اعزز ثقتي بنفسي بدي انشر لا انت فيك انا والله ما فيني يا اخي لا فيك وانت قادر ليكني انا كنت هون صرت هون تمام، اذا انا انسان ايجابي بالمطلق تمام، اكتسبت مهارات كل الاخطاء اللي مرقت فيها، قديش انا الناس اللي حوالي مثلا عم يحبطوني انا ما بتلاقك عم نضحك لانه عم نحكي على الشخص الايجابي، هي الايجابيه جزء كثير مهم بالثقه بالنفس، فانت أكيد. بتروحي مثلا رغم كل الوضع المعيشي والاقتصادي عم تحاولي تلاقي فسحة أمل وهي مثل ما قلتي بتنعكس بثقتك بنفسك، بس المحيط اللي بيكون مستغرب إنه أنت من وين جايبه هالإيجابية مثلا هو مش هالثقة بالنفس يعني مع إنه أنت عم تحاولي تدمعي إنه لا لازم تكوني عم يعني متضايقة ومنزعجة لا يعني فيني أنا أعمل هيك فسحة صغيرة يعني أنت حطيتي يمكن إيدك على الوجع، الإيجابية هي بتلعب دور كتير كبير يعني الثقة بالنفس هي نصها إيجابية مطلقة، هي جزئية كتير مهمة ضمن المحيط، إذا المحيط كله سلبي يعني بالمطلق هلا ما فينا ما نلوم يعني ما فينا نلوم الناس لأنه أنت الوضع الاقتصادي المعيشي سنوات الحرب أثقلت الجميع، بس هلا أي حدا عم يسمعنا عم يقول هذا الكلام جميل بس أنا ما فيني طبقه، يعني أنا كان عندي ثقة بالنفس وموجودة بس أساسا أنا ما عم خليها تطلع لأنه أنا بدي طول الوقت أكون سلبي ومتشائم ووضعي وعم فكر بكل السلبيات الموجودة بالحياة. خلينا نكون ايجابيين مو بالضروره دائما لنبل يعني نعب نحن عندنا كاسه مليان نصها، خلينا نشوف النص المليان، ما علي يمكن انا اقول راتبي بيأديني ل 18 شهر، اوكي خليني قنن فيه ليأديني لاخر الشهر، قديش فكرت بالايجابيه؟ 18 شهر اعطيتي مجال كثير 2 3 انا 2 خلينا نفكر دائما بالنصف الممتلئ، دائما يعني بالنهايه قبل الثقه بالنفس نحن عندنا الثقه برب العالمين صحيح يعني خلي دائما حياتنا تكون الى افق ابعد ودائما نلاقي حلول، يعني انا مو دائما افكر بالشغلات اللي بتعقدني والمشاكل اللي انا عم مر فيها، خليني دائما افكر اني انا بكره رح فيق الصبح رح كون افضل تمام، يعني انا دائما انظر للشمس مو انظر للعتمه صحيح. هي يعني قديش الشخص المتصالح مع نفسه ومع مجتمعه كلياتنا عم نمر بصعوبات صحيح كلياتنا عم نوصل لمرحله انه عم تنفض يعني عم ينفض الصبر عنا بس بدنا نواسي بعض اكيد يعني ربما لما نحكي هيك لنكون واضحين لما عم نحكي نحن نكون ايجابيين مو ايض يعني مو نجمل الواقع نحن عم نقول نركز على الشيء الايجابي مع الاستمرار انه بالتطوير الذات بالعمل بالبحث عن فرص، ممكن كثير تكون يعني الوضع عن جد هو ما انه منيح وكثير الامور مسدوده بوشنا ولكن هذا الوضع بيقولوا دوام الحال من المحال، ففكرتنا انه ما رح يستمر هذا الوضع اللي نحن فيه لا يعني كثير في مده زمنيه وخصوصا اذا نحن عم نسعى، هاي هي فكره الايجابيه اللي نحن عم نركز عليها. اكيد انه نحن اكيد انا ماني عم واسي حالي ليوم ويومين انه انا معلش انه في نتيجه طلع مو بيقولوا بعد الصبر في فرج أكيد. فخلينا دائما يعني مو دائما نشوف كلمه ايجابيه ونحطها بين قوسين، الايجابيه بتيجي بكثير امور. الصبر اكيد من الايجابيه، يعني انا وقت بدي عم اصبر على الشيء لحتى احصل على شيء، يعني انا اكيد هلا اليوم بدي اصير معلمه، معقوله هيك انا خلصت فورا بدي اصير معلمه؟ لا، عندي 4 سنين اذا ما كان في عندي دبلوم او ماجستير او كذا لحتى انا اتطور بحالي واشتغل على حالي، ما في شيء بيصير بدون عمل وبدون عمل دؤوب، ما في شيء بدون خليني ركز على نقطه كثير مهمه لانه ما عاد كثير معنا وقت، الثقه بالنفس بتبلش اساسا من الطفوله أكيد. اليوم لكل الأهالي اللي عم يتابعونا ولكل الناس اللي عندهم أولاد كيف فيني أنا من السنوات الأولى عزز الثقة بالنفس عند الطفل؟ اليوم نشوف الأطفال أحياناً هو انعكاس لبيئتهم ومجتمعهم، هو مراية بالأخير لأبوه أمه، إذا الولد عنيد أو انفعالي أو متردد أو ثقته بنفسه زايد هو انعكاس للعيشة اللي عايشة للعائلة الموجود فيها، شو هي أهم النقاط اللي لازم ركز عليها كأم؟ لا فعلا يكون ابني واثق من نفسه وما يخاف، لا خصوصا بالسنوات الاولى لانه بيحس حاله صغير، يعني بتلاقي الولد من اول صغير خايف متردد بتلاقيه ليندمج يكون اجتماعي اكثر.
اكيد انا كيف فيني ازرع هي الثقه من هو صغير؟ انا اول شيء بدي بعد تماما عن الاحباط مهما كان الفعل. يمكن ابني عم يمسك الكاسه تمام، يمكن توقع من ايده. انا دائما بدي اعلم الطفل انه خليك واثق بامكاناتك. ايه معلي ماما وقعت انا بساعده دائما، يعني اكيد ما راح اعطيه كاسه ازاز مشان لا ياذي حاله. انا اعطيته كاسه بلاستيك اوكي، اول مره وقع بقول له معلي حاول مره ثانيه، المحاوله مره واثنين وثلاثه، انا هون عم اعزز له ثقته بنفسه انه هو قادر وراح يعمل هذا الشيء. ثاني شيء اهم شيء ما في احباط، ما في سخريه، يعني سواء بمجتمعي انا كاهل كاب كام. مثلا لنفترض اني انا طفل بروضه او بمدرسه وجبت علامات مدننه، انا بقول له انت قادر انك تكون متفوق اكثر وانا عندي ثقه بهذا الشيء. انا زرعت له الثقه، ما قلت له انت واثق بنفسك، انا قلت له انا عندي ثقه انه انت اشطر من هيك ورح تجيب علامات ورح تحسن من مستواك بالفصل الثاني. صار هو عنده ثقه بنفسه، انا زرعت له الثقه، اخذها من مجتمعه من بيئته. تمام، بنيجي مثلا على السخريه. انا بس بحس بين الاصدقاء ممكن يجي ابني يقول لي ماما رفيقي قال لي انه انا اليوم اخذت نقصني علامه، هو ما نقصه ولا علامه. بعده عن هذا، ماما شو ما قال رفيقك نحن ما بيهمنا، قل له الماما قالت لي اني انا اليوم بدي ادرس بكره بجيب كمان علامه تامه. اذا انا بعده عن السخريه مشان لا ينصاب بالاحباط، لا يخاف انه هو مو قادر. اهم شيء ما قارنه بالاخرين، يعني سواء حتى مثلا يمكن تكون نحن خلينا بعد عن جو الاسره، دائما الام بتحب تكون بجو اسرتها متصالحين كثير، في حوار ونقاشات بناءه بينها وبين زوجها، بس يمكن يكون في جد وجده، يجي جده يقول له ابن عمك احمد اشطر منك مثلا، انا هون ابني بده يتدمر، جدي قارني بيني وبين ابن عمي. تمام، المقارنات كثير بتحد وبتقلل من مستوى الثقه بالنفس. فدائما انا يعني وقت بدي انوجد باي مجتمع انا مشان يا احرص على ابنائي رجاء عمو، اذا بتريد لكل حدا في عندنا فروق فرديه بالمجتمع بشكل عام، فكيف بين الاطفال؟ فارجوك لا تقارن بين اطفالي. دائما انا بحط حجر اساس لاطفالي، بحط فيه خطوط حمراء ما حدا يتعداها بمجتمعي، مع احترامي طبعا للاشخاص الكبار اكيد، واكيد كلياتهم هن بيحبوا يشوفوا احفادهم واقربائهم بافضل بس انا دائما بحمي اطفالي قدر الامكان من الاحباط، من السخريه، من المقارنات. دائما بعزز لهم ثقتهم بنفسهم كيف ما كان التصرف، مثل ما قلت يمكن هو مسك كاسه او انه ياكل بدون ما يوقع ثيابه او على حاله. انا دائما بزرع في هذا الشيء من خلال كلماتي الايجابيه، بنرجع على الايجابيه. تمام، يعني كل شخص اكيد في نقطه ايجابيه وفي مميزه عن غيره، ولكن بيفرق انه في اشخاص قدروا ينموا هي الميزه، قدروا يظهروها، والاشخاص الثانيين بعدها ضلت يمكن هي القصه خجوله عنه. الثقه بالنفس اكيد انها بتفتح كثير ابواب. بدنا نشكرك اليوم لوجودك معنا ولكل الطاقه الحلوه اللي منحتينا اياها اليوم. حبيبه قلبي، اهلا وسهلا. شكرا لك. شكرا لك.